السلام عليكم ورحمة الله. تقريبا هذاك الذكر وحاط تقريبا يعني لأنه ضاصر شوية، خلي الأنثى إن شاء الله هي الوحدة تكبر هاد الوليدات. اللهم بارك وزيد في ذلك. فيش نوضي ها؟ فيش نوضي ما شاء الله. 2020 نحك لك، نحك لك شوية وخلينا نوكلو دوك الوليدات، خلينا نوكلوهم. متيناش نوكلوهم، يلا خلينا نوكلوهم، يلا نوضي. أي يلا نوضي نوضي نوضي. سمحي لي ما شاء الله روكلاتهم شوية، هادو حساسين ما شاء الله. نحن في شهر ماي، الخميس 14، أنا مجد الماء مع الثوم، وهذه الخلطة. بسم الله، أو على واكلين ما يبغوش ياكلوا ليا. تقريبا كما تتشوفوا هذه هي الإبرة، وهذه هي الراس اللي تنستعمل. ما شاء الله خير إن شاء الله. يا بسم الله، يلا حل فمك، يلا حل. واحد فيهم حل عينيه ما شاء الله، دابا يبدا يتسرد. هذا اللي حل عينيه ما يبغيش ياكل. الحنجرة كاين الماكلة شوية ها؟ راه وكلاتهم. ايوا خير ان شاء الله. يلا حل فمك اصاحبي، يلا بسم الله. انت باقي ما واكلش، يلا ونخليكم على خاطركم. ايوا كما تلاحظون 2000 هذا تقريبا العش الثالث ولله الحمد. يعني العش الاول صدقوا فيهم 3، العش الثاني صدقوا فيهم 2، والعش الثالث هو هذا ولله الحمد.